تخيل تصحى على كابوس التحكم في العقل البشري باسم الذكاء الاصطناعي. تخيل ان الذكاء الاصطناعي يبقى اقوى من ذكاء الانسان. هل ده معناه ان خلاص مش هنتحكم في مصيرنا؟ هل ده معناه نهايتنا، نهاية الجنس البشري؟ كل يوم بيتطور الذكاء الاصطناعي اكتر واكتر. يا ترى ممكن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري؟ هل ده ممكن يحصل؟ ولو حصل مستقبل البشرية هيبقى عامل ازاي؟ هل هنبقى لسه موجودين؟ بدأ التحدي. يا ترى هيبقى ايه مستقبل البشرية؟ أخبار خفيفة. انت جاهز؟ ما تخليه طب يقوم. طيب ما قعد لي من الصبح، ما صدق قعدنا نتكلم كلمتين لبد. ما تقول له يقوم ولا نغير كل حاجه ولا ايه؟ ولا فكره؟ طب اقول لك حاجه، النهارده انا هغير كل حاجه، هكلمه هو، وعلى الله بس في الاخر خالص نستفيد بالكلام اللي هيقوله لنا، والمره الجايه خليه هو اللي يتكلم بس. خليك ابدا. يلا بص بقى يا باشا، بص لي كده. بص، بما انك انت بقى بقيت امر واقع في حياتنا، اهو ادينا بندردش مع بعض، يمكن تفهم اي حاجه ولا تزود معلوماتك، واقول لك ايه الفرق اللي احنا عملناه انا وانت، واحنا عملناه وانتم، واشتركنا فيه. وانا عارف انه غصب عنكم لانكم من صنع الانسان. ويا ترى احنا الاثنين رايحين على فين؟ زمان قبل التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها دلوقتي حالا، كانت الحياه ابسط من كده بكتير. كانت اجمل حاجه فيها البساطه، كانت في رقي في التعامل، حتى في الاسره، حتى في الشغل كان في الفه بين الناس، حتى كانت في الشغل، وكانت الشوارع بسيطه وهاديه، ما كانتش محتاجه اي حاجه خالص او تعديل، كانت لوحة طبيعية ولا محتاجة أي إضافات. كانت الأسرة بتتلم حوالين الطبلية، والطبلية دي كانت رمز، ما كانتش عبارة عن قرصة خشب وأربع رجول، لأ الطبلية دي كانت لمة، كانت لمة العيلة، كانت القناعة والرضا بالمقسوم والرجولة والجدعنة، يعني كل حاجة جميلة. طبعا جيل التكاوي ما يعرفهاش لأنه ما شافش يعني ايه ترابط، يعني ايه ترابط اسري، لان كل علاقته باللي حواليه ما هي الا ايموشن، ضحك، غضب، قلب، لايك، شير، وما تنساش تفعل زر الجرس للاسف. وانشغلنا واصبحت الخصوصيه مشاع. على فكره كل ده مدروس بعنايه فائقه، واحنا بنشتغل من غير ما نفكر. وبقت الناس بتضحك في وشوش موبايلاتها أكتر ما بيضحكوا في وشوش بعض. بقت الحياة كلها بلاستيك. عارف زمان؟
صحيح، انت تعرف منين؟ زمان كانت المناسبات ليها طعم ولون، مثلا كان في رمضان كان يوم استطلاع شهر رمضان، كان ده بيبقى عيد، اول ثبوت هلال رمضان بتبقى الدنيا ايه، عربيات الفول والزبادي بتملى الشوارع وكله بيجهز للسحور. قبل كده بكام يوم كانت كله بيجهز للزينه، بابا هات لي 50 قرش عشان بيعلقوا النور واللمض. بص انت بصيت لي فين؟ ما تبص اهو اللمض زي الطبليه بالظبط، اللمض فوق الوان ولعب الاطفال للصبح. رمضان كان كله روحانيات، قراءه قران، صلاه تراويح، قيام الليل، وكان الخير كتير وموائد الرحمن ماليه الشوارع في كل حته. كنا بنتلم عند الجيران نتفرج على فوازير رمضان، دي كانت حكايه تانيه خالص. نيلي شيهان والا فطوطه، وقبل ما يخلص رمضان نتلم كلنا ونتجمع على الطبليه. ليه؟ عشان نعمل الكحك والبسكويت. على فكره انا شايفك زهقان ما بتتحركش كتير، حرك نفسك وريني انك انت مبسوط. المهم ما انت مش مبسوط لانك مش متعود على الحاجات دي، متعود على الحاجات بتاعتك. المهم كنا بنتجمع حوالين الطبليه برضو عشان الكحك والبسكويت، وعلى الفجر كل واحد يشيل الصاج بتاعه ويلا على الفرن. طبعا انا متاكد انك انت مش هتحس بكل الكلام ده لانك في الاخر حته حديده، لكن يمكن حد يسمع يحس باحساس زمان. بدل ما انت قاعد كده هات لي حاجه اشربها. تخيل انت بقى ولا بقول لك روح هات لي صاج وديه الفرن، لو كنت موجود يعني، وروح وديه الفرن يتسوى، شكلك هيبقى نكته. هي دي المصيبه اللي انتوا عملتوها فينا، علمتونا الكسل. صدق انتوا عارف، انت جايين ليه؟ انتوا جايين عشان تقضوا على البشريه وتعطلوا العقل البشري. ايه ده؟ انت جايب لي ميه؟ طبعا. ما انا قلت لك هات لي حاجه اشربها، ما قلتلكش ايه نوع الحاجه اللي هشربها. عرفت بقى انك انت في الاخر حته حديده وذكاء وهيلمان على الفاضي؟ عموما هقول لك حاجه، احنا لو استغليناكوا صح في حاجات صعب الانسان يعملها هتبقى ليكوا فايده وفوائد حقيقيه وكبيره، لكن لو اعتمدنا عليكوا في كل حاجه يبقى الفناء. عارف اقول لك مين المستفيد الوحيد في وجودكوا؟ المطور، الراجل اللي عملكوا، لان دون هو اللي دماغه الوحيده اللي هتفضل شغاله ومش هتفصل ابدا. لكن لو احنا بنستخدمكم واعتمدنا عليكم اعتماد كلي يبقى احنا الخسرانين، ده في حاله الاعتماد الكلي. وعلى فكره ده بيحصل دلوقتي، اي حد عاوز اي حاجه ما بيفكرش، بيجري على طول ويعمل سيرش. دلوقتي وصلنا لاكبر من كده بكتير، انت دلوقتي بتالف حل اكتر المسائل المعقده في لحظه، واي شيء ممكن اي حد يتخيله بضغطه زر واحده بيتحل. احنا ممكن نعتمد عليكم لكن مش في كل حاجه، وهقول لك ليه وببساطه شديده. لو النور قطع او بطاريتك فديت يبقى خلاص رجعنا سنين لورا، لو السيستم وقع يبقى وقفنا مكاننا ومش هنتحرك، لو النت فصل الناس كلها هتصرخ، يبقى مين بيتحكم في مين؟ اكيد انتوا اللي هتبداوا تتحكموا فيه لغايه ما نلغي عقولنا وتبداوا السيطره اكتر وقت. بس السؤال، هل الذكاء الاصطناعي له فوائد محتمله على البشريه؟ او ان الذكاء الاصطناعي جوانب سلبيه متوقعه؟ أم إنه العدو الشرس؟ أنتوا العدو الشرس اللي جاي عشان السيطرة على عقل البشر وتعطيله، والذكاء الاصطناعي يا ترى جاي الاحتلال مكانة العقل البشري؟ أقول لك أنا رأيي، الذكاء الاصطناعي هش. عارف ليه؟ ببساطة شديدة لو النور قطع خلاص مبقاش لكوا لازمة. أقول لك قوم خلص اللي وراك
قبل ما النور يقطع. خد بالك، جهز نفسك المرة الجاية انت اللي هتتكلم، وهنشوف الذكاء الاصطناعي هيعمل ايه، يا نجح يا فشل، واثبت لك ان العقل اللي ربنا خلقه افضل بكتير من ذكاء شايف نفسه حبتين. استنونا المرة الجاية عشان نعرف هو بيفكرنا في ايه.